السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غنديروا واحد الحاجه اللي شويه مختلفه. دونك عمرنا ما زرناها في قناه اجين سبلوك. فكره اللي قلت تقدر تعجبكم. دونك الا عجبتكم شفتوا بانه كاين تفاعل غادي نستمروا فيها. الفكره شناهي؟ هي انه غنبداو نجيبوا منتوجات بحال هذا الشكل. دونك هذا عباره عن مكعب اللي يقدر يبان لكم عادي، من الفكره هو انه كيفاش دير باش تحلو وتحلو كامل ولا تشوف شنو مثلا كاين الداخل ديالو. دونك كاينين بزاف ديال المنتوجات اللي كيبغيو تخدم معاهم عقلك وتشوف كيفاش في الاخر تحل بحال شي لوبز ولا بحال شي بواطه ما كتحلش، كيفاش ديروا باش تحلوها. دونك هذه الفكره اللي قلت تقدر تعجبكم. الى عجبتكم ديروا التشارج مع بعضياتنا في هذه الحلقه، كلشي يدير بوز ويدير جيم، نوصلوها على الاقل على الاقل ل 8000 لايك. دونك الى وصلت 8000 لايك غنجيب لكم حوايج اخرين وغنستمروا ان شاء الله في هذه السلسله. ودابا نيشان نبداو ونشوفوا هذا المكعب كيفاش داير وكيفاش نقدروا نحلو. دونك يجي المكعب على هذا الشكل. دونك كيف ما كتلاحظوا مصاوب من العود، فيه بزاف ديال الطريفات اللي باينه بان وحده غتكون شاده في الاخرى. دونك الا جينا مثلا نحلوه بحال هكا هو ما كيبغيش يتحل. نجربوا عاوتاني هذه الجهه، في الجهات كاملين ما كيبغيش يتحل بحال هكا. دونك هذه هي الفكره ديالو. دونك خصنا نلقاو شي حاجه بلاتي انا كيتحرك شويه، مي كيفاش الا جينا نحركوه بحال هكا كاين هذا العود. دونك ما غاديش نقدروا ندوروه، خصنا نشوفوا شي فكره اخرى. وعرفتوا شنو؟ الا ما عرفناش نحلوه راه ما غاديش نقدر نصبر. دابا بدا كي راسي كيضرني، دونك غادي الا ما حليناش غادي نهرسوه. المهم خاصنا نحلوه لابد. ما عرفتش واش شي واحد غادي يكون ديجا عرف الفكره كيفاش يتحل هذا المكعب، مي انا صراحه انا ما بغيت نقلب لا في انترنت لا حتى شي حاجه، خديته هكا كنضربوا معاه مجموعين في لا فيديو ونشوفوا واش غادي نقدروا نحلوه. دونك هذه شوفوا الا قطينا نجبدوها ما كتجبدش. حتى هذه والو راه كيتحركوا شويه، ما عرفتش واش غادي تبان لكم كيتحركوا شويه، مي راه ما كاينش كيفاش دير تحلها حيت محبوسه حتى بهاد جوج عواد هنايا. غادي نشوفوا شي حاجه اخرى، نشوفوا العكس نحلو بحال هكا. لا يعني ما عرفتش كيفاش نحلو، بان لي هادشي غادي غادي سطينا اليوم. مي فكره صراحه اللي زوينه كتخدم عقلك باش تشوف كيفاش دير تحلو، ماشي غير كتبقى دير. دونك كتبدا تقلب على الحلول باش تحلو. هذه هي الفكره اللي بغيت ندير في هاد السلسله. الا عجبتكم راه كاينين بزاف ديال المنتوجات اللي احسن من هاد المكعب. دونك غنوصلوا هاد الفيديو ان شاء الله مع بعضياتنا 8000، غندوز نيشان كوموند وغنجيب لكم منتوج اخر. دونك هادي كيفاش غنديرو، نبركو هنا 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 وعلى كيتحركوا شويه مي ما كيخرجوش. خاص شي حاجه هادي كتحرك شويه. ولا نضربوها بحال هكا نشوف واش غادي يطيح شي عود ولا شي حاجه. غنسمعوا شي حاجه في الداخل. حتى شي عود ما تحرك والو. شوفو شوفو هيا 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 ياس وا راه بركت عليها قبيله وما دارت والو. شوف 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 انا بركت هنا، يمكن خصني بركت على هادي. لا غير هادي وا شو الخطيرين جديدين خاصكم تبركوا عليه هادي اللي هنا. هاي خرجات هادي وا شوف هذه كيفاش دايره. ايوا دابا كنديروا الشيء الاخر. ها هي اللي تاهي كيفاش كتحرك. وا عرفتي من كتحل كتفرح نيشان. راني قطعت بزاف في المونتاج دونك ما نقدرش نبين لكم كلشي باش ما تطولش لا فيديو. ها انتما شوفوا دابا هذه خصنا خشيوها يمكن هنا لداخل. ايوا نرجع هذه بلاصه، هذه احنا رجعناها. نجبد هذه يمكن شي حاجه حبسها. هذا العود يمكن حتى هو خصو يخرج. هو هي خرجت وحده
ودابا نشوفوا يمكن هذا الوسطاني ها واحد مشى انا كنحيدوا شي واحد وما يبغيش يتحل لينا كامل نشدو هذا نحيدوه بلاتي واحد الحاجه دابا كي غنديروا باش نرجعوا هذا الشيء خصنا نبقاو عاقلين عليه ولا نعاودوا لا فيديو نرجعوها بالعكس شو كي مصاوبين داكشي لداخل مخربقينو بزاف دونك الا بغيتي تردو محال واش غادي يبغي يرجع كيف ما كان هذه مازال ما بغات تخرج هادو جوج ما بغاوش يخرجوا حتى انا ما بغاوش يخرجوا غنشوفوا شي حل اخر حيدات يس اخيرا والله الا فكره اللي واعره كنظن غادي تكون عجباتكم عرفتي ولكن ما خصكمش دابا اللي دابا غادي تكونوا عرفتوا كيفاش تحلوها دونك الا بغيتوا مثلا تشريو راه كاينين بزاف اخرين في بزاف ديال لي سيت كيبيعوهم حتى ديك الساعات ان شاء الله نجيبو اخرين وتقدروا تختاروا شي وحدين اللي ما بلا ما تشوفوا الجواب ديالهم حتى شي حاجه وحلوهم من راسكم عرفتي احساس صراحه اللي زوين وباش نجيكم نيشان انا محال واش غادي نقدر ندخل هادشي كامل كيف ما كان ما هادشي قضيه صعيبه وغادي طوال لا فيديو مهم الفكره انا بعدا عجبتني دابا قولوا لي نتوما كيفاش جاتكم وغادي نجيب لكم ان شاء الله منتوجات واعرين راني عارفهم ودايرهم في بالي خصنا نشوف واش كاين تفاعل وهادشي اللي كاين دونك كنتمنى تكون عجبتكم وصلوا لا فيديو 8000 جيم ونهاركم مبروك السلام عليكم.